تتخيل تسافر بدون ما تكون عارف انت اصلا هتسكن في البلد انت مسافر ليها، فتسافر وعينك مغمضه. بس دي كانت سافرتي ليا كينيا. استعدوا. طيب السلام عليكم. الليله هتكلم عن موضوع جديد اللي هو عن انه انا اللي اصلا جيت كينيا والفكره بتاعت السفر كانت جات كيف. طيب طبعا دي محطه بتاعت البنزين ما في زول في الـ في الـ في الفاضيه حرفيا. الحي كان جابتني كينيا اصلا جيت لقرايه في معهد اسمه امان انستيتيوت، كان المفروض اقرا فيه حاجه اسمها السوشيال انوفيشن مانجمنت اللي هو دي بوست جراديويت سيرتيفيكت. قدمت للبرنامج وشالوني، كان اصلا شالوني شهري 2 لكن لانه الظروف في السودان والحياة بشكل كذا، وكان برضه شغال في برنامج ثاني، فقمت قلت لهم والله يا اخي انا ما حقدر يعني لاسباب كثيره لاسباب كثيره في البلد وكذا ما حقدر اجي، لكن ممكن تاخر لي لشهري 8. فقام قال لي اوكي ما مشكله. قام شهري 8 جاء ومفروض انا بعد ده ادفع حياة كثيره شديده اللي هو تذكره بتاع الطيران، حياتي داير اسافر بها دا 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 دا. طلع انه انا ما عندي قروش، يعني كنت الوقت ده بروك شديد. والله ما بروك يا اخي، كان عندي قروش يا اخي، كان عندي 14 مليون دولار الوقت ده، كان بيساوي 60 جنيه. ناس بنك الخرطوم كان عندهم حاجة ظريفة انهم بتقوم بترس بي اذا انت ماشي لتعليم ولا كده بتقوم بتحول القروش بالسوداني بالبنك ذاته حيطلع 250 دولار ليك انت لعمل مساحة زي منحة منهم يعني ما شرط الا بالسوق الاسود وكده. فعلا دي الحاجة اللي عملتها، قمت مشيت للفرع الرئيسي بتاعهم واديتهم القروش وقال لي خلاص هحول لك الحاجة دي بنفس الاسم لكينيا هناك 250 دولار تستلمها بويسترن يونيون، كل شهر ممكن تعمل الحاجة دي. ظابط دي اول حاجة عملتها. ثاني بعد ذاك فضل القروش تحت الطيران، قروش الطيران طوال يا زول. الو السلام عليكم عمر، كيف الحال عمر اخوي؟ قلت له والله يا اخي انا ما عندي قروش وداير اقوم، يعني اذا ممكن تحجز لي التذكره. لا يا زول ما عندك اي مشكله، فوق احجز لك طوالي. قام حجز الطياره، للاسف الشديد حجز الزمن غلط، فبدل الطياره ما تمشي لانه واحده من حياتي كانوا قالوا لي انه انت كسوداني لازم تحجز ماشي وجاي عشان ما يكون في اي سسبشن عليك انك والله يا اخي حتمشي تكسر كراعك في البلد هناك، تكسر كراعك في كينيا، تخيل معي تكسر كراعك في كينيا. طيب اخي بعد ذاك هي بلد تكسر كراعك فيها او تكسر كراعك، اي تكسر كراعك فيها. انتهينا من ذاك. عمر حجز تذكره الطيران غلط اللي هو بدل ما حجزها لثلاثه شهور اللي هو 4 شهور مشيه وجايه، حجز 3 ايام يعني مشيه بعد 3 ايام تجي راجع. والمشكله الثانيه انه ما فيها تغيير، يعني عشان نغير كان اظن دفعنا ثاني 200 دولار ولا حاجه بالشكل ذا. فدي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انه بعد ذاك الرسوم او القروش اللي حقوم اقعد بها هناك كانت شنو، فما عندي برضه قروش الحاجه دي. فطوال يا زول مشيت لاختي يا هلا كيف الحال ان شاء الله طيبه، كنت دينت منها 1000 دولار. الوقت ده كنت خلاص 1000 دولار دي اي نعم هي ما حد قاعدني كتير، لكن زول بيمشي هناك بيشتغل اي حاجه اللي هو ان شاء الله يشتغل مترجم من انجليزي لعربي او من عربي لسوداني، المهم اي حاجه. طيب بعد ذاك جاء اليوم بتاع السفر. بقى قبل يوم السفر خلينا نتكلم عن التاشيره حبتين. التاشيره لكينيا سهله شديد، كل اللي عليك تعمله انك بتطلع تاشيره الخروج، الفيزا بتاخذها هنا في المطار لما تصل. ففعلا مشيت طلعت تاشيره الخروج تحتي وجا يوم السفر يا زول ودعت الناس البيت وعليكم السلام، وهوبا الطياره. اول مره ثاني مره اركب طياره، اول مره اركب طياره هي السودان. فزول متحمس يا زول، شايل لك معي كتاب، عايز انه اقوم اخذ الكتاب بجنبه واتصور الصوره بتاعي انه والله يا اخي انت قاعد في كتاب خالف قاعد في الطياره وخالف كره فوق كره. الوقت ذاك كان اظن يعني فضلنا 4 ايام وقعوا على الوثيقه الدستوريه بين قوى الحريه والتغيير والمجلس العسكري. فالمهم الحمد لله الزول شاف الثوره كلها وحضرها وبعد ذاك سافر. مشيت اول حاجه اول ما ركبت الطياره ذكرت انه انا ما في اي مكان اسكن فيه في كينيا، انا ما عارف حرفيا اي حاجه عن كينيا، انا جاي انسان سلطه نظيف جديد. فاول ما وصلت المطار ده اديس كان في واحده سودانيه راكبه معانا، المهم كنت امشي حنك معاها لكن كسرت الحنك ومشيت لها قلت لها السلام عليكم هل عارفين الواي فاي هنا بيشتغل كيف؟ فقامت قالت لي والله يا اخي ممكن تعمل كده وكده وكده وكده، كنت شايل التاب بتاع اختي يا زول والله كنت انا مدين كثر الحياه من الناس. فقامت قالت لي ممكن تعمل كده وكده وكده، وفعلا عملت الحاجات. وبعد ده خشيت قمت رسلت لواحد صاحبنا كان اصلا في كينيا هنا للبرنامج بتاع عيالي، فلما رسلت له قال لي عندي واحد صاحبي هنا قاعد، قلت له خذ الرقم بتاعه، فديته الرقم قمت رسلت له قلت له والله يا اخي لزول في كينيا هنا، قلت له والله يا اخي انا جاي كده 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 ومع اني بلد اسكن فيها، فاذا ممكن تشوف لي مكان. ورسلت الحاجه على كده وركبت الطياره، ركبت الطياره من اديس لنيروبي. فنزلت ومشيت لمحلات الجوازات
اكتشفت برضو انه انا كان المفروض اقوم ارسل رسائل لناس المعهد، لان ناس المعهد عشان تطلع الفيزا بيقوم بيقول لك والله يا اخي قول لهم لازم تكون انت ماشي لمنه، فبوروك زي قصه كده بتقول لهم. فانا نسيت الحاجه تمام، مشيت يا زلمه بتاع الفيزا بكل الثقل في العالم، اديته الجواز بتاعي، قال لي قاعد كم؟ قلت له قاعد اسبوع. طقطق عليه الفيزا تحت الفيزا بتاعت السياحيه التورست فيزا، فدق عليه الفيزا وقعدت يا زول. فالمهم طلعت بعد ذاك شفت التاب بتاعي لقيت انه في رساله من واحد صاحبنا، فقام قال لي خلاص شيل حاجاتك الدائره وتعال لاقيني في المكان الفلاني. المكان الفلاني ده انا ما عندي اي فكره، المكان الفلاني ده ممكن عادي يكون عطبرة وممكن عادي يكون يعني ماشية. فشلت حاجاتي وبعدها فضل انه يا اخي انا امشي المكان الفلاني ده كيف؟ اللي هو موضوع اوبر والحاجات دي كلها زود علامه بعد ذاك، لكن الوقت ذاك نحن ترحال ما في، فخلاص اكسر الحنك. بس الناس المحل طلع انهم مرسلين تاكسي المفروض اقوم استلمه او المفروض يلاقيني، فنحن قاعدين انه صعب نفتش في بعض انه والله يا اخي التاكسي وين وانا وين. فما لقينا التاكسي لحد ما انا لافي قمت خلاص اكسر الحنك وشلت لي سنيكرز وقعدت يا زول، فتحت لي سنيكرز وقعدت اكل لي سنيكرز. في جزول بقدامي لوحه مكتوب عليها بالاخضر اماني احمد، فوقفت قلت السلام عليكم ده انا زادي، ركبت معاهم ما رجع الازعاج لانه ده شارع. تمام، فركبت معاهم وديت واحد اديته صاحبنا الفيكينيا ده يتكلم معاه، سلام عليكم وعليكم السلام انا قاعد في المكان الفلاني ده ده، وقال لي اوكي الزول ده قاعد في المكان الفلاني. فمشيت الزول في المكان الفلاني، بعد ذاك طلع انه في هوستل اسمه واي دبليو سي اي، احفظ الاسم ده واي دبليو سي اي، ده المكان المفروض انا اقعد فيه. مشيت فعلا للمحل ده ونزلت يا زول، دفعت القروش بتاعت الشهر بتاعهم كان عباره عن $100 للشهر، دفعت القروش يا زول. مشينا التاون، التاون دي اللي هو عندهم كده زي شنو يا احمد ممكن اقول لك زي شارع النيل والمحلات دي، مشينا محلات نظيفه محلات ظريفه شديد، مشينا قعدت فيها او مشينا قعدنا فيها او لفينا فيها اكشلي اكلنا، وبعدها جينا راجعين. وكده اول يوم شبه انتهى، ما عدا صباحيه لما صحيت قمت قريت الاعلان او قريت العنوان بتاع الهوستل اللي هو واي دبليو سي اي يانج وومن كريستيان اسوسيشن، ثاني يانج وومن كريستيان اسوسيشن، انا لا وومن ولا كريستيان. فبس ده كل الحياة حصلت، وده كان ثاني يوم الصباحيه، لحد ما نلاقيكم المره الجايه ان شاء الله، وما تنسوا تعملوا كل الحياة اللي انتم عارفينها وانا عارفها، ونتلاقى عما قريب ان شاء الله. السلام عليكم.